صفيق، انا قبل ما يعني اتكلم عن عهد ما بعد عبد السلام عارف وتولي عبد الرحمن عارف رئاسه العراق، ابي بس مره ثانيه اتوقف عند ثلاث محطات سريعه جدا في عهد عبد السلام عارف. عبد السلام عارف والمرجعية، عبد السلام عارف وجمال عبد الناصر، وعبد السلام عارف ونظرة العراقيين لداخل العراق. أبدأ أول شيء من النقطة الأخيرة، تقييمك لعبد السلام عارف كرئيس عراقي. هو جوابي راح يشمل، راح يجيب عن الأسئلة الثلاثة. يعني تقييم العام من قبل السياسيين والعراقيين، النظرة العامة الأولية بغض النظر أنا أتبناها لو ما أتبناها، لا، إنه كان طائفي، كان طائفي سني، هاي النظرة العامة، وهو الرأي الغالب، ولا ينفرد في العراق إلا طرف واحد مرجعي في الكاظمية، هو الشيخ محمد مهدي الخالصي، يقول إنه ليس طائفيا، والدليل كان يصلي خلفي في يوم الجمعة، لأن هاي قصة معروفة بالعراق، الشيخ الخالصي بالأذان، هو مرجع ولا مرجع تقليد لكنه في الكاظمية في بغداد، أسقط بالأذان أشهد أن عليا ولي الله، أذان شيعي في الكاظمية في الحضرة الكاظمية، الشيعة يقولون أشهد أن علي ولي الله مرتين، لكن أبقى حيا على خير العمل. وطلب من السنة أن يذكرون في الأذان حيا على خير العمل. طيب، فيقول بأنه كان يصلي خلفه، مو يقول وإنما هذا معروف، بأن عبد السلام كان يحضر هكذا صلوات، مرة في جامع الإمام الأعظم، مرة في الكاظمية، فيقول عنه غير طائفي، وأنتم الذين تدعون بأنه طائفي لا تمتلكون دليلا. هنا الرد يأتي بأنه عبد السلام عارف أنطى 3 ملايين دينار للخالصي حتى يبني مدرسته الحوزوية، وعبد السلام كان يعتمد على المراجع غير المشهورين اللي يسموهم مرجعية السلطة، اللي هو الشيخ الخالصي والشيخ علي كاشف الغطى وآخرين من هذا النمط، وليس المرجعية اللي معروفة بالنجف لأيام يعني سيد محسن الحكيم، أيام سيد محسن الحكيم تحديدا. وأيضا كان أكو صراع ما بين السيد محسن، أشكرك يعني ذكرتني بالسيد محسن، أكو صراع لدرجة في يوم طاهر يحيى قال للسيد أحمد الحبوبي وهو وزير، قال له يا أخي شنو هذا القول مال عبد الزهرة وعبد الحسين، يعني عيب، شنو هو هذا عبد الزهرة وعبد الحسين، بأنه بثوا دعاية بالعراق بأن المعاملات التي تخص الشيعة مثل يحملون أسماء عبد الزهرة وعبد الحسين ما تمشي في دوائر الدولة بأمر من رئيس الجمهورية اللي هو عبد السلام عارف، اللي هو عبد السلام، بثوا هكذا دعاية يعني ضده. لكن المكتوب بالتاريخ عبد الكريم فرحان وهو وزير وسني، يعني للأسف احنا نحكي سنة شيعة بس هذا موجود، يعني يذكر بأنه عبد السلام عارف زار مصر وعاد إلى العراق، ففي القبول للكلية العسكرية قال احنا نريد اللي ينقبلون كطلاب بالكلية العسكرية ويتخرجون ضباط نريدهم سنة، أي بمعنى مريد شيعة. فعبد الكريم فرحان وبقية الضباط اللي قاعدين تفاجئوا من هذا الطرح، لأنه هم عندهم ما معهود بهالصراحة وبهالطريقة، هاي رئيس دولة يعني يقول إنه الشيعة ما نقبلهم ضباط، هذا مذكور في كتاب عبد الكريم فرحان حصاد الثورة، هاي الرواية. طيب، وأكو رواية يقابلها أيضا بهالنمط هذا عن طائفية عبد السلام موجودة في كتاب أحمد الحبوبي، مو هكذا عرفتهم، أو أشخاص مثلا عرفتهم، أشخاص عرفتهم أو شيء من القبيل، لأن هو عدى آخر كتاب وهو المهم جدا من 600 صفحة، رسالة اعتذار إلى الشعب العراقي بما عرفتهم عبد السلام بيب هذا الكتاب. هذا عن علاقة المرجعية بس إني علاقة المرجعية في النجف مع عبد السلام عارف كيف كانت سيئة بناء على اللي أنا أنقل الكيا. فيقول الحبوبي في أشخاص عرفتهم أو أما في هذا الكتاب، نعم
تقريبا أو في رسالة اعتذار للشعب العراقي، واحد منهن بس موجود هذا الشيء اللي أقوله، أنه مر عبد السلام عارف قال للحبوبي وهو وزير بأنه السيد محسن الحكيم مع حميد الحصونة يتآمر عليه لعمل انقلاب. فجاوب الحبوبي قال أولا السيد الحكيم مو يم هاي المسائل، ثانيا الحصونة محال على التقاعد، شلون يسوي انقلاب؟ فهذا الرد، وتعاركوا كالعادة لأنهم دائما يعني تصير خصومات. تقييم الشعب العراقي لعبد السلام بأنه يحكي في قلبه، يعني يسترسل بالحديث وما يهمه وهذا ولا يدير بال، مو مثل عبد الكريم قاسم كتوم وصبور وما يتحدث إلا يعني بعد ما صار رئيس وزراء طبعا قام يخطب، بس أقصد كان كتوما يعني. أنت شنو تقييمك يا عبد السلام عارف؟ تقييمي صحيح يعني، هو أنا مولود بالدنيا بس طبعا ما ملاحق ليهم، طفل من خلال أسمع بالبيت أو من برا والأصدقاء وأقرأ في الكتب، يعني كان يستعجل وربما يتهور في بعض المواقف، وهو فعلا ليس مثل عبد الكريم قاسم. طيب هنا نعم. احنا تكلمنا عن عبد السلام عارف والمرجعية، وانت ذكرت في سياق الكلام ان في زيارة صارت عبد السلام عارف راح الى مصر ورجع، اي شنو الشاهد؟ الشاهد انه من رجع على قبول طلبة الكلية العسكرية، بس الوفود كانت متبادلة أيام جمال عبد الناصر وعبد السلام عارف. اي أخذ هاي المعلومة، أنا سألت عارف عبد الرزاق باعتباره رئيس وزراء عد عبد السلام عارف، قلت لعبد السلام خبصنا بالوحدة مع مصر الله يرحمه، شو من صار رئيس جمهورية ليش ما سويتوا الوحدة أبو رافع التوية جمال عبد الناصر؟ شنو السبب؟ أنا الآن أوجه لك هذا السؤال، جاوبني، وأنت رئيس وزراء وعبد السلام عارف رئيس جمهورية، ليش ما سويتوا التناصري؟ وعبد السلام عارف بأيام عبد الكريم قاسم ناصري ويحب جمال عبد الناصر، طيب صار الحكم بديكم اثنينكم، واحد رئيس جمهورية ثاني رئيس وزراء، ليش ما سويتوا الوعدة مع مصر؟ تدري شنو الجواب؟ جواب وهو عجيب وغريب، هذا درس سياسي لازم الناس يعني تتوقف عنده. قال بواحد من الاجتماعات قلنا له يلا آن الأوان أنه يعني نتفق مع مصر ونسوي وحدة، حق عبد السلام عارف. نعم. أنا يا عبد الرزاق، عبد الرزاق عارف، عبد الرزاق يقول لعبد السلام عارف وآخرين الضباط والوزراء قاعدين، لا يلا خلنا نسوي الحين الوحدة، خلاص بعد آن الأوان خلنا نسوي الوحدة، يعني شنو ليش متعطلين الآن؟ مكررين هذا الشيء على عبد السلام عدة مرات، وأنا قلت لك عبد السلام يفلتها للكلمة، يعني اللي بقلبه على لسانه يحكيه، فجاوب هذا الجواب، قال كلكم القاعدين راح تحتفظون بمقاعدكم الوزارية، أني وين أروح إذا سوينا وحدة ويا مصر؟ صار جمال عبد الناصر رئيس جمهورية الوحدة ما بيها نقاش، أني وين راح أروح؟ كلكم أنتوا تستفيدون أنا ما استفاد، يا وحدة عفونا من سوى وحدة، ما سوى. هذا الجواب من الأخير على لسان عارف عبد الرزاق، نقلت الكيا كما هو والله يشهد على ما أقول. طيب هني بما قاعد نتكلم عن جمال عبد الناصر وموضوع الوحدة، بس مرة ثانية العلاقة اللي كانت بين الساسة العراقيين في وقت عبد السلام عارف مع جمال عبد الناصر والحكم في مصر أيضا كانت علاقة وطيدة وزيارات متبادلة كثيرة، كيف كان انعكاسها داخل العراق؟ ما يتعلق بعبد السلام عارف هنا بدت موضوع التشنجات، أو حتى لو ما نقول تشنجات، صار عملية ابتعاد عبد السلام عارف عن جمال عبد الناصر في موضوع الوحدة، لكن الوزراء كلهم وحدويون ناصريون وناصريون، مو كلهم يعني عدد من عندهم ناصريون ووحدويون وهذا زين. طيب شلون ذول زيارات ويرحون ويا رئيس الوزراء ويرحون بانفراد شيء من هالقبيل؟ مهم يذكر أحمد الحبوبي كواحدة من الزيارات يعني إلى مصر، إلى مصر عرف نفسه وقدم نفسه بأنه ناصري، بحيث جمال عبد الناصر أعجب بالسيد أحمد الحبوبي كوزير في حكومة طاهر يحيى، ومن قبله كان بحكومة جزمة
عارف أحد رؤساء الوزارات على أي حال. فحتى قام يسأل عبد الناصر يقول وين هذا الناصري من نجفي على الحبوبي؟ فيقول قاعدين على عشاء. أروي لك هاي يعني معلومة نادر ما يعرفها إنسان يعني الآن. قاعدين على عشاء كان أحد الوزراء شكري صالح زكي وزير وأحمد الحبوبي وزير وآخرين. فاحتفى بهم جمال عبد الناصر والدولة المصرية زيارة بأيام عبد السلام عارف بال65 كحكومة زائرة مصر. احتفى بهم جدا لدرجة أنه عزمهم بالبيت على عشاء وقاعدين كلهم يتعشون. يقول المائدة كانت كلها أسماك وفي الوسط سمكة كبيرة. فشكري صالح زكي راد يلطف الجو يعني يجمل الجو، قال له فخامة الرئيس سيد أحمد الحبوبي ما يأكل من هاي السمكة. قال له ليش ما يأكل؟ ما يعجبك؟ قال له لا، لأن يقول هاي حرام. قال له الله حرام ليش؟ قال له لأن هو شيعي والشيعة ما يأكلون الجري، جري سمك الجري. قال له ما لهم الشيعة، أنا زوجتي شيعية من الكاظمية وتأكل الجر. زوجتي من عندكم من العراق أم خالد. هاي معلومة أكو واحد يدري بيها بأنه زوجة جمال عبد الناصر من الكاظمية من العراق شيعية. قال له ما لهم الشيعة يعني ايش بيهم؟ المهم فقال له جاوب سيد أحمد الحبوبي، قال له يقولون هو صيد البر والبحر حلال منتين من عده، لكن هذا السمك إذا ما بي صدف، صدف القشور هذا، فأكله حرام، هذا جري احنا ما ناكله يعني. صار نقاش شرعي يعني. اي صار تحول الى نقاش شرعي. ويقول انا متعضد، ما كان المفروض شكري صالح زكي يتحدث هاي الشكل، بس اكتشفت انه زوجة جمال عبد الناصر عراقية من الكاظمية يعني. وهي غير يعني غريبة، ما كنا نعرف بانه هاي المعلومة. طيب نروح الى عبد الرحمن عارف. هني عبد الرحمن عارف اللي هو شقيق عبد السلام عارف، نعم، هو تولى رئاسة العراق. كانت العملية سهلة، انتقال السلطة كان سهل، ولا أيضا كان هناك حزازات وحساسيات وانقسام في المعسكر، المعسكر العسكر نفسه؟ اللي صار الآتي، أنه بعد احتراق طائرة عبد السلام عارف ووفاته ودفنه وانتهت المراسيم، هنا صار الاختيار، يردون يختارون رئيس جمهورية. فاجتمعوا هم نفسهم القادة ذول الكبار عسكريين وغير عسكريين، فكان 3 مرشحين لرئاسة الجمهورية، واحد منهم عبد الرحمن البزاز باعتباره رئيس وزراء كان، وواحد منهم عبد الرحمن عارف كان رئيس أركان الجيش في أيام أخيه عبد السلام عارف، والثالث يمكن إذا ما خانتني الذاكرة سعيد الصليبي اللي هو آمر وحدة الانضباط في بغداد، أما هو أو شخص آخر ما يهم، بس قصدي من صار تصويت هذا الثالث حصل على صوته واحدة فطلع من المعادلة، فصارت بين البزاز وبين عبد الرحمن عارف. هو بنفس التصويت اللي فاز عبد الرحمن البزاز، اللي فاز عبد الرحمن البزاز. لكن عبد الرحمن البزاز يبدو أنه لم يرد أن يتحمل المسؤولية، لأن يعرف الجو عسكري وضباط والدولة كلها انقلابات، عارف بهاي المسألة، فقص الحق بنفسه، فتنازل لعبد الرحمن عارف. يعرف بأن هوى الضباط إلى جانب عبد الرحمن عارف وإلى جانب العسكر بشكل عام، دولة عسكرية من صار الانقلاب مال 58 يعني عسكرت الدولة، وحتى في العهد الملكي عبد النوري باشا وعلي جودة الأيوبي وجميل المدفعي وطه الأشي كلهم عسكر يعني، وجعفر العسكري كلهم عسكر يعني. فتنازل إلى عبد الرحمن عارف، فتنازل وصار الرئيس عبد الرحمن عارف. وفي فترة عبد الرحمن عارف هي فترة من نيسان 66 إلى تموز 68، يعني جاي يشوف 2 و4 شهور، فترة قليلة، أقل من فترة أخيه عبد السلام عارف. هاي الفترة الله يرحمه عبد الرحمن عارف، أنا أحد الأشخاص يعني لحقت على حكمه وأتذكر زين بالتلفزيون وبالراديو وأسمع الأخبار كطفل، بس الله يرحمه طفل أبو 5 سنين يعني، هذا
التقط التقاطات، ثم بقت هاي معي كل ما أكبر أتذكر عبد الرحمن عارف. وتشاء الصدف في الثمانينات في يوم من الأيام في سوق الكسرة وقفت بسيارتي، أنا أحب عبد الرحمن عارف، وقفت بسيارتي أريد السوق، وإذا رجل كبير إلى جانبي وقف سيارة مرسيدس ونزل من عندها لوحده يريد يسوق. عاينت أنا شكيت به، اثنين وقفنا على نفس العطار. منو هذا؟ قلت هذا أنا شايفه أو أعرفه بس منو؟ كل هدوء. اشترى جيمر واشترى معه، وأنا همات مثله يعني، بس العطار أعرفه. مهم، وراح ركب بالسيارة وراح، وأنا سيارتي جنب سيارته واقفة في قلب بغداد يعني. فالعطار عرف أنا عين، بس هو هم خايف لأنه أمن وبعث وفيه فد أجواء بالثمانينات بالعراق. قال لي فايق هواي عاينت له لهذا الرجال تعرفه؟ قلت له والله يا عمي أبو كذا أنا شاك بي هذا، بس ما أدري منه شايفه. أنت لا تنسى غيب عبد الرحمن عارف بعد 68، غيب من الإعلام، فيبقى الاعتماد على الكتب وعلى القراءات وعلى التصاوير اللي بالكتب. هو لا بيطلع لا بتلفزيون، لا نسمع له تصريح، لا راديو، لا كذا. لا قل لي أعتقد شكك بمحله. قلت له هو أنا ما أعرفه بس صار عندي شكوك منه ما أدري. قل لي هذا الرئيس عبد الرحمن عارف. اسكت لا تحكي. شفته بعيني بهيبته، وكان خطيه ما لا عدا سايق، لا عدا خادم، لا عدا احد يستخدم ينزل. بالثمانينات هاي الحادثه انا شفتها ببغداد. يبدو بعد عودته من تركيا، لين رجع. هو كان بتركيا فتره ورجع للعراق واستمر. انا راح اتكلم بعدين عن موضوع الانقلاب اللي صار على عبد الرحمن، لكن في هالسنتين سنتين وشويه ايه حدث الفرح. شنو ابرز المحطات اللي صارت؟ شنو اللي تغير في عهد عبد الرحمن عارف؟ اللي صار الاتي، انه هو يمتاز بالطيبه وحب العراق والشعب العراقي، فاولا اصدر عفو عام عن كل المساجين وخاصه السياسيين، سجناء السياسيين وغيرهم، واسقط التهم عليهم، حريه صحافه واعلام. هنا صار انفراج، راد يسوي مؤسسات، يعتبر العصر الذهبي بالعصر الجمهوري عصر عبد الرحمن عارف، فراد يسوي بعض المؤسسات، لكن طبعا العساكر كالعادة ما خلوه. وأيضا كلف عبد الرحمن البزاز بالحكومة ومفاوضات بدأت مع الأكراد، لأن لما اجى عبد الرحمن البزاز في رئاسة عبد السلام عارف وامتدت، الأكراد ارتاحوا. أنا أحد الشخصيات الكردية الكبيرة القيادية اللي هو الدكتور محمود عثمان اللي قال، كان مع الملا مصطفى البرزاني، اللي قال لي لما كلف عبد الرحمن البزاز برئاسة الوزارة احنا ارتاحين الأكراد، قلنا راح يصير انفراج القضيتنا ما دام هذا رجل مدني وفاهم وقانوني ويعرف، فارتاحوا. طبعا ايضا نفس الشيء العلاقة مع ايران كانت متوترة هنا بوجود البزاز، كان يريد يحلها باتفاقيات. فامتد هذا العهد إلى عهد عبد الرحمن عارف، وكانت الأوضاع مستقرة. الأوضاع مستقرة، لكن هنا اثنين بدوا يلعبون يردون يعملون. بالمناسبة عارف عبد الرزاق عمل محاولة انقلابية على عبد الرحمن عارف وهو لاجئ في مصر، اجى بالطائرة إلى اي طبعا ليش ذكرت لك كثير الانقلابات عارف عبد الرزاق، وروالي انه في يوم من الايام انه بالطائره بعد ما رتب مع عدد من الضباط بالطائره ونزلت بغداد ايام عبد الرحمن. ايام عبد الرحمن هو لاجئ يعيش من ايام عبد السلام، يعيش في مصر كما ذكرت لك قبل قليل، لكن ركب الطائره واجى يعمل انقلاب على عبد الرحمن، وفشلت المحاوله الانقلابيه وجاءوا به للقصر الجمهوري لعارف عبد الرزاق. واكو صوره موجوده في الكتب انه عارف عبد الرزاق يدخل على عبد الرحمن عارف للقصر الجمهوري، يقول عارف عبد الرزاق قلت له ايش سالك عبد الرحمن عارف يعني لما دخلت؟ قال لي ليش انت تعمل، شو مسوي لك انا حتى تعمل انقلاب؟ يقول قلت له مو انت المعني بالانقلاب، انا مو يمك اصلا يعني.
أنا يم الآخرين، هاي جواب عارف عبد الرزاق. على أي حال عفى عنا عبد الرحمن عارف، لا سجنا أعتقد فترة، وهذا مهم سجنا العارف عبد الرزاق يمكن فترة، طيب وما أعرف التفصيلات شنو صار بوقتها، بس المهم هاي الجزئيات. لكن اثنين كان يعني يخططان للإطاحة بعبد الرحمن عارف بالتعاون مع حزب البعث العربي الاشتراكي، عبد الرزاق النايف وإبراهيم الداود، واحد قائد الحرس الجمهوري وواحد أيضا قائد عسكري، يعني هذول هم الاثنين اللي كانوا يخططون للإطاحة بعبد الرحمن عارف مع البعثيين بالتفاهم مع أحمد حسن البكر. هذا اللي صار في 68. هذا اللي صار هني. بس بشكل سريع بتوقف عند بعض المحطات أيضا، أما الحين قاعد نتكلم عن عبد الرحمن عارف، بس أنا بذكر لك بعض ما كتب عن عبد الرحمن عارف وعهده. أشوف هل تتفق مع هذا الكلام ولا. حازم جواد القيادة البعثي معروف ذكر أن الرجل خرج نظيف اليد ونظيف القميص. مضبوط صحيح. يا الله والله تاريخ العراق ما سات. تعرف أنا توسطت عند رئيس وزراء العراق إبراهيم الجعفري، كان رئيس وزراء، وفد يوم إحنا رحلة طائرة طويلة من الكويت إلى لندن طائرين بالطيارة، قلت له هذا رئيسنا. هذا منو؟ أنا أقول لإبراهيم الجعفري، أقول له عبد الرحمن عارف رئيسنا وقاعد بعمان ما عنده ولا دينار، وهذا رئيس جمهورية العراق، كان المفروض يعني راتب تقاعدي أو شيء من هالقبيل. هذا أنا حكيت. إيش قال لك إبراهيم الجعفري؟ لا جعفري الرجل طبعا هو مو بس هذا، لأنه صار حديث عن المتقاعدين كانوا مختالين عبد الزهرة عثمان، فقلت له أبو أحمد عبد الزهرة عثمان هذا هم رئيس. هو إجا الحديث كالآتي، انه اختالوا القاعدة عبد الزهرة عثمان رئيس مجلس الحكم في عام 2003 2004، قلت له عائلته ما عندها راتب وولده واهله وكذا ما حد يسأل عنهم، وانت الان رئيس وزراء العراق يعني المفروض تسأل عنهم، وقال لي صحيح. قلت له هو بس هذا، احنا رئيس العراق عبد الرحمن عارف قاعد بعمان حصر عليه الدينار، ليش هالشكل احنا بالعراق رؤسائنا دائما ما حد يطالبوا بحقوقهم؟ تجاوب معك؟ اي طبعا، قال حقيقه هذا الشيء مؤلم، وانا اواعدك ابو اروى ان شاء الله بس ارجع لبغداد اتابع هاي الموضوعات. الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني ذكر عن عبد الرحمن عارف سيظل اسمه مكتوبا في الصحائف البيضاء لتاريخ عراقنا الحبيب، أفنى حياته في خدمة بلده وكان حريصا على نبض عناصر التفرقة والاحتراب والبغضاء. مضبوط، ألف رحمة على روح عبد الرحمن عارف. ما كان عليه خلاف؟ لا. ولا كان ينظر لأنه هو طائفي ومحبوب من الجميع؟ أبدا. ومات ودفن في الأردن مع جنوده وضباطه، لم يدفن في العراق للأسف. كيف كانت سياسة الدولة العراقية تجاه هالمسألة، تجاه مبدأ كون الكويت جزء من العراق؟ كيف كانت سياسة الدولة العراقية في فترة رئاسة الجمهورية؟ أنا ذاك محافظ البصرة أنور تعمل، فكان يسمح للكويتيين ويخشون للبصرة يسوقون ويأخذون ويرجعون، فهذه نطت حرية إلى المواطن الكويتي بأنه يتجول ويصعد إلى الشمال ويروح للمصايف العراقية ويروح إلى راوندوز إلى رايات إلى أي مكان اللي صلاح الدين إلى أي مكان اللي يحب يروح له. فهذه الحالة هذه نطت اطمئنان إلى الكويتيين وإلى المسؤولين نفسهم أيضا. لذلك لما زرت الكويت كانت الاستقبالات على غاية ما تتصور، وفعلا هو هم إجنب إجل دار العراق الصباح السالم الصباح، وقمنا بالواجب اتجاهه كضيف، وطلع ممنون جدا يعني، وعرضنا لهم اشياء كثيره مساعدات واحنا حاضرين، اساتذه دزينا لهم يدرسون عندهم، وقبلنا تلاميذ من عندهم بالكليات عندنا، فكانت البلد تقريبا
بس يعني اسم حكومة بحكومة، يعني كانوا التداول والتنقل ما بين الكويت والعراق صار بس مثل ما يقولوها بالتركي. يعني حضرتك قلت يعني تقريبا كانت بلد واحد. نعم. هل طالب شيوخ آنذاك ترسيم الحدود؟ الحدود كانت غير محدد، يعني شيء مثبت على الخريطة ماكو. يوم نشوفهم خشوا عندنا كشم مصرف البصرة ورجعوا لي ورا على الترتيبات هذه، يعني ما مرسمة شيء ترسيم دولي. عرضوا ترسيم هم طلبوا بس احنا رفضنا، يعني رفضنا مو بالجبر. نعم. بس اعتذرنا بحيث ما نريد ان يعني نأثر على اليوم. ليش اعتذرنا؟ لانه الكويت من عندنا، من قررنا الحدود بمعنى انفصلت. نعم. عن المجال تاريخ دي يقول انه الكويت جزء من العراق. جانا نيجي هسه يقومون يسبون العالم لون قسمته وطلعت الكويت وطلعت العالم. الاستعمار هو قام بالواجب. مثلا العراق هنا بيننا وبينهم تصير فاصلة، يعني مو تقول لزق واحد بالله. فهناك فهذا كل يوم زحف لمية متر، كل يوم زحف لخمسين متر، ما شوف اللي صاروا قبالهم. لذلك كان يعني المحافظ مال البصرة هو اللي كان يتولى الأمور، وإحنا كنا نتغاضى متعمدين لأجل لا نثيرهم، لا نسوي حركة يعني ما بين أخوة وبين ناس هم عراقيين وإحنا عراقيين. بس هذه ما كانوا يفكرون، ما يفكرون أبد. المسؤولين ما يفكرون، أما المواطنين يعرفون أنهم عراقيين أصل. بس أهل سلطة، ما ينزح منهم كيفه. طيب بعد عندي استشهاد بتكلم فيه عن عبد الرحمن عارف وتقييم فترة حكمه. صلاح العلي، صلاح عمر العلي، عضو مجلس قيادة الثورة، وزير صح. الثقافة وسفير سابق. ذكر صلاح العلي: نظام عبد الرحمن عارف كان معزولا وبلا قاعدة شعبية، نظام بسيط وهش ومفصول حتى عن الأجهزة الأمنية. عبد الرحمن عارف شخص وطني لا غبار عليه، لكنه شخص ضعيف، ولهذا كانت الحركات السياسية تتسابق ليلا نهارا للسيطرة على السلطة. عبد الرحمن عارف نظيف لكن ضعيف. نظيف وضعيف، اتفق. نعم. كان معزول شعبيا؟ معزول لا، بالعكس. هي هاي ما عنده قاعدة شعبية حسب كلام صلاح العلي. اي، لانه ما عنده حزب ومو خطيب مفوه ويزور يومية المحافظات ويلتقي بالناس. ما سخر، انا اجاوب الان صلاح عمر العلي، ما سخر امكانيات الدولة للدعاية الاعلامية وفي خدمته كرئيس جمهورية، ما استغل موقعه لبناء ثروة وكذا. هاي كله في عهد عبد الرحمن عارف. ما اريد اقول الرجل انجز سوى، ما سوى بالمقابل، والسبب انه فترته يعني صغيرة قصيرة، قلت لك أنا سنتين وأربع شهور، يعني ما تعتبر فترة، وكأنما مرحلة انتقالية أو فترة انتقالية. فطبعا يعني هاي الملاحظات عليه يعني يوصف بأنه ضعيف كرئيس جمهورية لما نتحدث بهالطريقة، لكنه كنزيه ونظيف وعفيف، ذني صفات ملاصقة لعبد الرحمن عارف. طيب. الله يرحمه برحمته الواسعة. هني علاقة عبد الرحمن عارف مع جمال عبد الناصر شلون كانت؟ لا، هو الحركي أكثر، خلينا نقول واللي خابصنا عبد السلام عارف مو عبد الرحمن. هذا يعني خلاص توفى. الحين عندنا عبد الرحمن عارف. مو مقارنة بأخيه. الخلل اللي وقعوا به العسكريون والشباب والمتطلعون إلى السلطة أن جاءوا بأخيه عبد الرحمن عارف. كان المفروض العراق ينتقل لغير مرحلة، يعني فعلا لما فاز عبد الرحمن البزاز كان المفروض تسلم إلى الدولة والسلطة، لكن كل الخفايا والمؤامرات والاستخبارات الدول داخلة كانت بالعراق،
يعني تعمل عملها بالعراق. يبدو أنه ما تزال الفكرة لحد الآن أنه هذا البلد ما يردو يستقر، ما يعني بلد هو مقارنة بإيران وتركيا بلد صغير، فيردون يحطموا ويدمروا بإمكانيات هائلة بكذا. فعبد السلام عبد الرحمن عارف تقدر تقول أنه واصل الطريق اللي مشى به عبد السلام عارف أو الثورة من 58 في علاقته مع جمال عبد الناصر، أي يعني عنده علاقة وراح زار فرنسا، زار دول العالم، أقام علاقات، لكن المتآمرين المحيطين به كانوا كثيرين. طيب هني قبل ما نوصل حق موضوع المتآمرين أبي أتوقف مرة ثانية عن موضوع جمال عبد الناصر وعلاقته مع عبد الرحمن عارف. هني يعني بعض المصادر تحدثت عن وساطة قام فيها عبد الرحمن عارف مع الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر للإفراج عن قيادات الإخوان المسلمين لتخفيف الأحكام عن القيادات المسلمين وأبرزهم سيد قطب. هذا صح، لأنه حتى يعني عبد السلام عارف محسوب أنه كمتدين وهاي مثل عبد الرحمن عارف، هم من هاي البيئة يعني. وأيضا وساطات كانت حتى من مرجعية النجف، سيد محسن الحكيم كان هو المرجع وطلب من الرئيس جمال عبد الناصر أن يعني يعفو أو يخفف الحكم عن سيد قطب. سيد محسن الحكيم؟ أي نعم. شنو علاقة المرجعية في الموضوع؟ هل كان في علاقة بين سيد قطب وسيد محسن الحكيم؟ لا ماكو علاقة، بس هو ممثل السيد الحكيم في وقتها، يمكن سيد طالب الرفاعي موجود في مصر أوصل هاي الرسالة. السبب أنه لأنه هو منظر الحركي للحركات الإسلامية، وتحديدا حزب الدعوة يستمد ثقافته من سيد قطب بالدرجة الأولى. بس قاعد نتكلم الحين مو حزب الدعوة، قاعد نتكلم عن المرجعية، أكبر مرجع في ذاك الوقت كان سيد محسن الحكيم. أي لأنه هذا الرجل معين لا ينضب من العطاء الفكري، يعني صاحب كتاب معالم في الطريق سيد هذا قطب. الرجل قاعد نتكلم عن سيد قطب، سيد قطب صاحب كتاب معالم في الطريق وغيره، هو المنظر الحركي للأحزاب الإسلامية، وأحد الأحزاب الإسلامية الذي يعتمد على تنظيرات سيد قطب وغيره حسن البنا وأبو العلا المودودي وأبو الحسن الندوي، هو حزب الدعوة الإسلامية الذي تأسس تحت عباءة ورداء سيد محسن الحكيم. فكان تأثير الساحة العراقية على المرجع على سيد محسن الحكيم بأنه يطلب من جمال عبد الناصر أن يخفف الحكم عن سيد قطب. كان في علاقة بين المرجعية مع جمال عبد الناصر؟ كان في ود، كان في حبل ممدود، كان في تواصل؟ أنت لا تنسى إحنا تحدثنا في حلقة سابقة بأنه المرجعية مالت إلى القوميين ضد الشيوعيين، تحدثنا هذا الشيء، يعني مالت إلى البعثيين ووافقت على حكمهم للعراق عام 63، وهذا يصب بالأخير يعني في مصلحة القومية أو التوجه القومي العربي ضد الشيوعية، واضح يعني، مو إلا أن تكون علاقات متبادلة وكذا. وبعدين إحنا نحكي ذاك الوقت أكو مسألة تقريب، وفكرة التقريب ما بين المذاهب، والأزهر قريب من النجف والنجف قريبة من الأزهر، هذا كله في زمن جمال عبد الناصر. فلما يأتي مثل هكذا طلب من المرجعية، هي كمرجعية بالأخير يعني، من يأتي مثل هكذا طلب، وصل طلب ينظر به، لكن طبعا الرئيس جمال عبد الناصر لم يلب الطلب وأعدم. لا بس أنت قاعد تأكد لي أنه وصل طلب من المرجعية في النجف إلى جمال عبد الناصر المطالبة بعدم إعدام سيد قطب. نعم. وهنا حصل شيء مهم راح أقوله للتاريخ، يعني حتى الناس تتحقق من صحة كلامي، قد أكون أنا يعني مشتبه أو غير متأكد أو فاتتني الحقيقة. سيد قطب هنا بدأ يعني يطبع كتابه في ظلال القرآن، وهو بالسجن يفسر القرآن ويطبع هذا الكتاب، وصدرت الطبعة الأولى اللي في ظلال القرآن في عهد سيد قطب قبل إعدامه. طيب هل اختلفت الطبعة الأولى عن بقية الطبعات التي أشرف عليها محمد قطب أخو سيد قطب بعد إعدامه؟ الجواب نعم.
نظرية موجودة في بيوتات المرجعية في النجف، منها بيتنا ومنها بيت كاشف الغطاء اللي تحديدا العم الكبير الله يطول عمره ويعني ويشافي الشيخ شريف كاشف الغطاء. أنا ذكرت لك أنه دائما جلوس عنده في المكتبة. ففي أحد الأيام دار حديث مع شخصية علمائية بالنجف في المكتبة بحضور ثلاثة، الشيخ شريف وهذا الرجل الزائر العالم وفائق الشيخ علي. ماذا قال هذا العالم؟ من يعني هذا الرجل؟ مو عالم مشهور وهذا، لا يعني يدرس في الحوزة بس تعرفه؟ واحد من ما تبي تقول اسمه؟ اي يعني حتى لا تصير إساءة بحق. على أي حال الشخصية معروفة ولا؟ لا لا لا، شخصية حوزوية علمائية في النجف. طيب فصار كنا أنا والشيخ شريف داخلين بحديث حول موضوع سيد قطب ومعالم في الطريق وفي ظلال القرآن، وهذا الرجل إجا دخل على الخط وإذا به يشتم سيد قطب. قال هذا شنو؟ هو الذي يقول بأن الإمام علي صلى بالمسلمين سكرانا وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، مو ولا أعبدوا ما تعبدون. هذا أنت جاي تذكروه الآن بخير وكذا وهذا، شنو هذا سيد قطب؟ إحنا أنا والشيخ شريف واحد عين الثاني، هجوم يعني غير مبرر على سيد قطب الله يرحمه، رغم أنه أنا مو إسلامي رجال ليبرالي، بس هنا أنا يعني موقف الحق والكذا يرات. قلت له هاي وين مذكورة؟ قال أكو عندنا طبعة موجودة، إحنا نتحدث بالمكتبة، طبعة خامسة سادسة واحدة من ذني، سحبنا واحدة من الطبعات ورقنا قرينا وجدنا صدق هذا الكلام موجود. زين باعتباري أنا عندي الهوى السياسي ومتنبه إلى الكثير من المسائل، قلت لعمي أبو محمد حسين الشيخ شريف كاشف الغطاء عندك الطبعة الأولى مال سيد قطب؟ قال لي ليش؟ قلت له لأنه الطبعة الأولى طبعت في حياتي، هاي الطبعات طبعت بعد إعدامه وكتبوا عليها الطبعة الشرعية اللي في ظلال القرآن، يعني ذيك مو شرعية بينما هي الحقيقة، لا ذيك الشرعية الطبعة الأولى صارت في عهده، يعني في عهده وهو المشرف على الكتاب وعلى التفسير، أما التي جاءت بعد رحيله بعد إعدامه غير شرعية لا يمكن يعني التعويل عليها، عندك الطبعة الأولى؟ قال والله بمكتبة أبويا يمكن موجودة. على كل تركنا الموضوع. بعد فترة دخل فت شخص، طولت أنا بهاي القصة بس هي حلوة يعني، دخل فت شخص قال أبو محمد حسين عندي كتاب في ظلال القرآن بس نادر جدا وهي الطبعة الأولى أرد أبيعها. طبعا أنا الشراي يعني واضح. قال بيش تريدها كذا تساومه بالسعر جيبها طاهية طال فلوس. أنا ما تشيلتها وأخذتها للبيت الطبعة الأولى، نقبت بها فلم أجد هذه الرواية على قلم أو لسان سيد قطب، لم يذكر بأن الإمام علي عليه السلام صلى بالمسلمين سكرانا وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، وليس لا أعبدوا ما تعبدون، غير موجودة بالطبعة الأولى. ولذا مطلوب الآن من المحققين والكذا يبحث أنه هل في الطبعة الأولى صحيحة غير موجودة ولماذا أدخلت هنا الاستنتاج السياسي كل هذا الكلام. بس قبل الاستنتاج السياسي الحين الطبعة الحالية الموجودة في موجود هذا الكلام، موجود الكلام هم. نعم، أما الطبعة الأولى غير موجود هذا الكلام. الاستنتاج السياسي في رأيي كسياسي أنه طبعا عبد الناصر من جاب أخوه محمد قطب أخو سيد قطب وخلاه يشرف على كتبه وعلى طباعته وعلى المسألة، أدخل تخيلي وليس لدي تحليل. أي دليل تحليل إيه؟ يعني ما عندي أي دليل، لأن الشيعة يقرؤون لسيد قطب وتوسطوا عند الرئيس جمال عبد الناصر بأن يطلق صراحة أو يعفو عنه، فأراد أن يسقطه في نظرهم فدخل هاي التفسير واعتبره هو الطبعة الشرعية، وإلا ما أصور سيد قطب كتب، مو ما أصور تحليلي، بس أنت لكنه قطعا في الطبعة الأولى غير موجود. بس أنت قاعد تؤكد أنك شخصيا قريت الطبعة الأولى
وهذا الكلام مش موجود في الطبعة الأولى. طبعاً. قريت تحققت شخصياً. حققت بنفسي شخصياً نعم. في الطبعة نعم. بس هي الطبعة الأولى موجودة يعني ممكن الواحد يوصل لها. يعني بالمكتبات القديمة بأي دولة طبعاً هي لما طبعت انباعت في المكتبات القديمة موجودة. إذا واحد يريد أنا كان عندي. بس غير بزمن صدام نص مكتبتي راح على أي حال. فاللي يريد يبحث يلقاها موجودة ويقارن يتأكد من صحة كلامي هل فعلا في الطبعة حسب تحليلك الهدف كان سياسي لإسقاط سيد قطب. سيد قطب لأن الشيعة كانوا أيضا متأثرين فيه. متأثرين جدا والكل يقرأ له الكل خاصة الإسلاميين يعني السياسيين يقرؤون لسيد قطب وهو أبو الحركة التحرك الحركية السياسية. طيب. سيد قطب قبل أن يعني الآخرين. فشلون تسقط أنت بنظر الناس يعني قد يكون شخص آخر مثل الشيعة لأن أنا متعمد أذكر هاي الرواية على اعتبار أنه مو بس الشيعة ما حتى السنة المسلمين قاطبة يلا السنة ليش من يذكر الإمام علي يقول كرم الله وجهه لم يسجد لصنم بعد من تحشي وياه يقول لك ولم يشرب الخمر. الإمام علي هو الوحيد من بين الصحابة الكرام لم يسجد لصنم ولم يشرب الخمر لأن ربى رسول الله من عمره 10 سنوات فمتى شرب الخمر ومتى سجد للصنم لا يمكن. فعدهم أنه هاي الشخصية الإسلامية الفذة وهي فذة بكل معنى الكلمة في التاريخ الإسلامي المقدسة المحترمة لا يمكن أن تتعاطى. وهي الرواية هاي عن أحد حكام بالدولة الأموية اللي قرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ما لها علاقة أصلا لا من قريب ولا من بعيد لا يعني لا نستغرب في هذا الجانب. أنت قاعد تقول قاعد تحيل المشاهدين أو الباحثين أو المهتمين للمقارنة بين الطبعة الأولى وبقية الطبعات. طيب. المكتوب عليها الطبعة الشرعية مو الأولى بقية الطبعات المكتوب عليها الطبعة الشرعية موجودة. طيب. أنا حتى أطوي صفحة عبد الرحمن عارف في أثناء فترة حكم عبد الرحمن عارف على المستوى الإقليمي حدث دوليا إقليميا حدث مهم جدا نكسة 67 في مصر. نعم. كيف كان ارتداد هذه النكسة على العراق أول شيء؟ يعني شفت احنا مثلا البيت فجأة تحول الى ظلام الشبابيك تم صبغها باللون الازرق ووضع بطانيات عليها هاي انا عشتها يعني في بيتنا احكي لك وفي بيت جدي شيخ عبد الله بنفس الوقت السيارة مالت الوالد ومال عمي ابو رزاق يعني السيارات أنه نصف اللايت ينصبغ باللون الأحمر والنصف اللون الأزرق عفوا حتى ما يضرب عالي من يمشي بالليل كذا عملية التعتيم وعدم فتح الأضوية والتقليل من الإنارة ليلا ووضع جواني شوالات بها مثل التراب أو كذا قرب الشبابيك وقرب الأبواب هذا أنا يعني المست شفت ابن 4 سنوات كنت أشاهد هذا المنظر يعني طبعا بمرور الزمن وحتى في وقتها لما أسأل يقولوا لي اسكت اجت الطيارة حرب ما أدري شنو كذا ومن كبرت عرفت بأنه أكو حرب 67 وهي هزيمة بس محمد حسنين هيكل الله يرحمه جملها سماها نكسة على اعتبار راح ننتصر على إسرائيل هي مجرد نكسة يعني في حين هي هزيمة منكرة يعني راحت سيناء وراحت الجولان وراحت الدنيا كلها وإسرائيل احتلت الأول والتالي. فكنت ألاحظ يعني وحتى بعدين لاحقا من كبرت امتعاض القادة والعسكريين العراقيين بينهم ما قدروا يسوون شيء ويدعمون مصر وهذا وبنفس الوقت يدعمون مصر في هاي الحرب ويحاربون إسرائيل حتى ينتصرون عليها. وهني كان في كلام ان ممكن العراق يساعد مصر في موضوع العدوان يعني بحكم علاقة الناصريين العراقيين مع جمال عبد الناصر. هنا الحديث اللي كان يقول انه لو كان عبد السلام عارف موجود نعم كان اندفع لمساعدة مصر وتقديم كل ما يمتلك العراق لكن بما انه عبد الرحمن عارف وانا برأيي عبد الرحمن عارف كان ارزن بالسياسة وعارف شنو الجو وافتهم انه 500 طيارة قعدنا الصبح لقيناها في المطارات المصرية مهشمة ومحطمة الخطأ اللي وقع به عبد الحكيم عامر
الله يغفر له، وحتى جمال عبد الناصر يعني بهالطريقة هاي. وبعدين يعملوا لي لاحقا مسلسل رأفة الهجان بأنه هو بلغهم وقل لهم بموعد الحرب، شلون أنت تتلقى الضربة بلا يعني. هاي نفس هاي التجارب مال 67 تكررت حتى في زمن صدام حسين، حتى أكثر من معركة، حرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة، أنه أنت تخلي بلدك على أساس مصد ويمتص زخم القصف والتدمير، والبلد تحطم راح. زين أنت الآن بمن تقاتل إسرائيل؟ كل طائراتك جثث هامدة. من خلال متابعتك وقراءتك في ذلك الوقت للعراق، الشارع العراقي كان متعاطف مع جمال عبد الناصر، كان سعيد بالهزيمة، كيف كانت الأجواء في العراق من خلال القراءة طبعا؟ لا طبعا، لا من خلال المعيشة مو بس القراءة، الشعب العراقي كان يبكي على هزيمة مصر بال67، لأن احنا مصر والعراق يعني حضارة قديمة ووحدة وكذا، وحب أكو من العراقيين للمصريين ومن المصريين للعراقيين. وقلت لك التيار الناصري موجود أيضا بالعراق وفاعل، فألم يعني كان صدمة وصعقة للشارع العراقي وللسياسي العراقي، وبنفس الوقت ملامة. بس أنا أقول لك لما عبد الناصر هنا أنا أنقل لك أجواء الشعب العراقي، ولأن العراقيين يقولون مفتشين باللبن، أو حتى البعض يذهب إلى أبعد من اللبن وهو التيزاب، يقول لك دائما شكوكيين يعني ما. فمن استقال جمال عبد الناصر وقال أنا أتحمل مسؤولية، هم العراقيين احنا وانا واحد منهم يقولون هذا فيلم هندي يضحك على الشعب المصري، لان فعلا ثاني يوم الاتحاد الاشتراكي نزل كله والشعب المصري نزل كله الى الشوارع يطالب ببقاء جمال عبد الناصر حتى يداوي الجراح. زين خلاص، هو يعني مثكل ومثقل بالجراح، شي داوي والمرة خلي يداوي جروح الشخصية، مو يداوي جروح بلد تحطم تدمر. وخرج من المعادلة الحربية بشكل كامل وخرجت مع الدول الأخرى، يعني طبعا ما صار رد اعتبار إلا في 73 وذاك موضوع آخر. بس قصدي كلامك اللي قلته أنت سنة 2013 تنحي عبد الناصر عن الحكم كان فيلما مصريا جميلا شديد الحبكة. أنا قايل الآن قلت هندي، لا مو هندي، مصري، خلص فيلم مصري. إيه فعلا يعني محبوك حبكة درامية رائعة. وجمال عبد الناصر معروف عنه الله يرحمه بأن عنده قدرة على التمثيل وعلى يعني الإبداع في هذا الجانب، خطأ كبير لا يمكن. يعني أنت الآن تأرخ جمال عبد الناصر، خطأ 67 جريمة ترتكب بحق مصر والشعب المصري والشعب العربي والدول العربية، كارثة كبيرة جداً.